الشباب عرسان اثنين، عرسان اثنين ابن 25 وبنت 20 سنين، سواهم كباب يا قلبي. اخ الله ينتقم منه، الله ينتقم منه، الله ينتقم من كل دول هالعالم اللي ما بيساعدنا. الله ينتقم منه، رب السما ينتقم منه اذا ما بيساعدونا وشونا من محنتنا من هالظلام. لأمتى بدي تضل هالوضع يا اخي؟ لأمتى؟ اقسم بالله اني يا قلبي طلع هالولاد وبدنا نروح فيها. اه يا خيي نشكركم من بعد الله يا خيي، والله ما بعرف ما بعرف. فوضت امري لالله. اه يا قلبي شباب اثنين عرسان يا امي. وين كانوا الشباب؟ دير معلي يا خيي ضربت الروسي، جبر خاطرنا بالروسي، بالروسي حارب حاله روحها، حارب حاله روحها. الله يروحه، الله يدمره مثل ما دمرنا، الله يهلكه مثل ما هلكنا هلكنا. لكن يا خي صبر أهاليون، صبر أهاليون يا أمي صبرون. هذا اللي عم يشوفوا فيه ضرب المدنيين. أي هاي وين هذا الداعش؟ وين العنا؟ والله ما في مدنيين يا إسلام. هلا أنتوا وين حاليا؟ هون يا خي هلا هون عند أبو داود الله يوفقه. تركت الضيعة، تركت كل شيء يا أمي، تركنا كل شيء، تركنا الجمل بما حمال، تركنا كل شيء لله عز وجل. ما عد بدنا شيء، ما عد بدنا أرواحنا، ما عد بدنا شيء. أقسم لك بالله ما عد بدنا شيء. ننصب خيام بنقعد بس يرفعوا هالضرب عننا، بس يرفعوا عننا. والله خيام مستعدين، الله يشهد نقعد فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله يا إسلام. انظرونا بعين الرحمة يا حكام العرب يا إسلام، يا إسلام أقسم لك بالله إن كلياتنا بالعراء، بالعراء. وين بدنا نروح؟ ولا بشوفني ابني يا قلبي؟ انا بدي اشوفني. اخ يا ابني بدي